لبسوها وتخرجوا بيها. واحدة ديال ديور والله الا واحد السيدة شراتها وجات لابسه جات لابسه غير خليه غير خليه. اذا فيها هذا اللون هذا وفيها اصفر السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كنعتذر لاني في الاخر ديال الفيديو ديال هاد الاخير درت لكم بيجامه مزروبه وما شفتوش مزيان، فاليوم واخا راني مضغوطه ولكن غنسجل لكم هاد الفيديو. نحاول نحطو اليوم باش تشوفوا على خاطركم اللي بغى ياخد شي بيجامه للعيد ان شاء الله. بيجامات كاملين بالخيط، سروال بالخيط، شي حاجه مزيونه بزاف ومبرده. غنبداو باول موديل، هادو البنات غنخليهم 130 درهم، هاد الموديلات 130 درهم. وكاينين موديلات اخرين من بعد نوريهم لكم كاملين. كاين اذا هاد الموديل هذا الثوب راه لو او ديالهم كيكون قطن بارد، قطن بارد هاد الفوقاني هذا، والتحتاني كيكون سروال ديال الخيط، سروال ديال الخيط لي طاي كاين من الام، كنظن من الام حتى هادي واقيلا واش اكس ال ولا دوبل اكس ال والله ما عرفت. شو هذا راه غير الام، هادي السروال ديالها راه عريض، السروال بالخيط كما كتشوفوا. اذا كاين هذا اللون هذا فيها هذا اللون، كاين هذا اللون هذا. ندوز لكم بالزربه البنات، اميره وقف هذيك الفكره باش ما يطلعش من البرد. اذا كاين هذا اللون هذا، شو الموتيف هنايا سريويل في هذه الوريدات ولو او كيجي سامبل، وهنا لي ديدات فيهم فحال السروال. هذاك راه سومو، كنظن هذا ماشي بحال هذاك اللون، هذا غوز، كاين السومو وكاين الغوز وكاين الكري بالخضيضر. هذا سريويل فيه الخضيضر وهذا لو او هذا كريم، كريم خضر حق اللون مزيون، هذاك اللون فحال فحال راه هو الغوز. جيبي لي الغوز اختي، ها هو لتحت، ها هو هذاك. اذا هذاك اللي وريت لكم سومو وكاين الغوز، ها هو الغوز ديالها، هذا الغوز. اذا هادو البنات 130 درهم. كاين هادو هذا كان فيه حتى الكري ولكن سالا، هادو كيجيو ستوندار بقاو فيها غير جوج الالوان، كان الكري ديالها وسالا. هادو كيجيو ستوندار، كتجي طويله هذا البنات، كتجي طويله والتحت ديالها هكا داير، شفتوا التحت راه داير، كتجي طويله هادي ستوره. والسروال ديالها هذا ديال إيف سان لوران، هاد لامبريمي هادي ديال إيف سان لوران. ثوب كيما قلت لكم خيط، هادو 130 درهم، 130 درهم هنايا يوتيوب والناس اللي كيجيو من اليوتيوب طبعا. 130 درهم مبردين بزاف، هادي كتجي ستوندار يعني ها الطاي ديال ما فيهاش لي طاي، كتجي ستوندار راها عريضه، فيها هاد اللون وفيها هاد الكاشيري هذا، هذاك اللون جاي ما بين الغوز والسومو، وفيها هاد الكاشيري هذا. اذا هذا هو هاد الموديل، ديهم اميره هذوك اللي دوزنا ديهم. كاين هاد الموديل هذا عاوتاني حتى هويا عرفتو كان غيمشي مزيون حتى هو، كاملين هادو بنات خيط 130 درهم باش كلشي الاخوات يلبسو الخيط. هادو البنات راه ممكن تخرجوا بيهم، السراوي ديالهم عراق ومبردين. هذا ها تريكو ديالها، هذه لا تاي ام، شفتوا لا تاي ام، وهنا كيجيو كيجي الكتاف طايحين خابونيسا، كتجي كتاف طايحين يعني ما فيهاش هذيك الكشاش البصاله كيفاش كتجي، كيجيو هنا هكا مقبوطين وكيبقى هنايا مهود عريض. نتمنى تكونوا فهمتوني، شفتوا كيجيو كتاف طايحين. ها
هاي هذه فيها هاد لابوند هنايا. اذا كاين هاد لا كولور هذه بلو، هذا هو السروال ديالها كاحجيم، وفيها الموف، فيها الموف، وفيها هاد الموطار. هاد موديل اخر حتى هو نفس الثمن. شوفوا لي موتيف لي ديتاي، هادو راه صديفات هنايا كيبقاو مفتوحين. هادو دائما الثمن 130 درهم. هادو سريويل بجويبات، شتو السريويل كيفاش عامل بالخيط، كاملين بالخيط. اذا فيه هاد اللون هذا كوغاي، وكاين بلو مارين، هالبلو مارين، والسريويل ديالها فيه الزريرق. كاين الجري. اذا هادو هما الالوان لي طاي، كاين من الام او الال، كنظن حتى للدوبل اكس ال او لا اكس ال. ساعة منيت يعني اللي بغى شي حاجه طبعا كيسكريني وكيصيفط ليا في الواتساب. رقم الواتساب ديالي دائما كنخليه لكم في لا فيديو في التعليق الاول، وكاين في صندوق الوصف. بالنسبه للمحل اللي بغى يجي المحل، حنا شارع ميرامار مدينه مرتيل، قرابين على لا بنك دي مسيور اللي في ميرامار، ماشي اللي في الدخله ديال مرتيل. بنك بيمسيو كانت سميتها بيمسيو، دابا سميتها بنك افريقيا. ها هما سي سام، ديريهم نيشان. موديل اخر، الناس اللي ما كيبغيوش يعني اللي ما كيبغيوش الزواق، ما كيبغيوش هذا، ما كيبغيوش يعني يكون لي ديسان هنايا، كاين هذا الموديل هذا بالحق. هذا جاشي فيه كما قلت لكم هنا لي ديسان، الناس كيبغيو بحال هادو. ها هو قربوا لكم، جا حسبي ومزيون وحليلو، حتى هو مستور، حتى هو مقطن، فيسكوز مقطن، ماشي مقطن ديال يعني هو ماتيير ديالو قطن، ماشي النيلون. وحتى السروال، ها السروال ديالو الثوب مبرد، ها هو باش نقربو لكم باش تشوفوا الثوب ديالو. الثوب ديالو مبرد بزاف، شتو ها طيح مبرد. هذا هذا ثوب مبرد، اللي كيعرف هاد الثوب القطن اللي كيعملوا به السراويل اللي كيلبسوهم يعني نساء كبارين، كيكون واحد السراويل مبردين، وهو هذا الثوب. هذا هو السروال، وهذا لوغو ديالو. غنوريكم دابا الالوان، كاين فيه سومو، غير من الشده غادي يبان لكم الثوب شتو خفيف بارد، ماشي ديال الثوب ديال دومي سيزون، هذا الثوب صيف، ماشي بحال اللي كنت كنبين شحال هذه دومي سيزون. هذا ماشي الخيط، ولكن قطن بارد، قطن راه كانوا كيعملوا منه السراويل ديال النساء كبارين كيكونوا مبردين، وهو هذاك الثوب يعني باش تعرفوا الثوب. كاين هذا الموديل هذا سروال خيط، هذا موديل بنوتي، كاين حتى هو مستور. ها الكميمات كيفاش كيجيو، ها السريول دائما في نفس الثمن، هنا دائما 130 درهم. هاد الموديلات كاملين 130 درهم. السروال رائع البنات، كاين في هذا اللون هذا، وكاين الصفيفر ديالي، فهو الصفيفر بحق الصفيفر هنايا المونيكوس مختلف، جا هنا سنوبي، لكن السروال نفس السروال صافي. اذا جا هذا اللون هذا. باقي دابا نوريكم ديال الصدايف نفس الثمن. الصدايف الخيط من الفوق، السروال لو او ديال هاد الصديفات نصكم، هذا لو او ديالها،
شو لو او ديالها كتجي دايره من يعني البصله ديالها دايره والسروال نفس الثوب نفس الموديل نفس الثوب يعني نفس لامبريمي نفس الثوب دائما لي طاي كاينه من هذه الاس هذه فيها الاس هذه راها الاس من هذه فيها من الاس كنظن حتى الاكس ال ها الالوان ديالها كاين هذاك الكري كاين هذا شويبي واحد الشيبي ماشي بلوسيال ما زرق ما موف ما كري حق لون مزيون لون مختلف وكاين فيها هاد السومو هذا كاين السومو الناس اللي كيبغيو يعني الصديق هادي راه كاينه ليها قدام كاين عاود ضيفات نفس الثوب ولكن كم باقي عندي موديل اخر نفس كم دابا نوريه لكم هذا كم الناس اللي كيبغيو لكم يعني اللي بغى لكم هذا الموتيف ديال اف سان لوران كان هي هذيك سان لوران ها الكميل ديالها السروال ديالها هو هذا كنظن هذه ما عنديش فيها لا كونتيتي كبيره الطايه هذه الال باش تعرفوا الفورم صافي هذه الال عاود من التحت كيفاش كتجي لي بيجامات روعه راقيه فيها هذا اللون فيها هذا اللون هذا الرمادي بالكحل ضيفات نصكم كاين هذا الموديل هذا حتى هو مزيون هذا نصكم بحال التوب ديال السروال بحال التوب ديال لو او بحال بحال شفتو سوا فيه الباندا من التحت كيجيو حليلوين في اللبسه هادو عاود فيها هاد اللون اللي وريتكم وفيها هاد اللون يعني كان سمحوا لي كنحاول نزرب باش نوريكم موديلات بزاف كان فيها هذا اللون وفيها هذا اللون وكاين فيها حتى بونتاكور مشى اميره ولا جيبوا لي هذاك بتيسا بونتاكور فيها هذا بالسروال وكاينه بالبونتاكور هادو بحالهم هما بونتاكور يعني راه الخيط هو بونتاكور ها شفتوا كيجي تحت الركبه بونتاكور هذا بونتاكور هذه مخسره باش نوري لكم شفتوا هذا هكا بالضايف ومعها هذا بونتاكور يعني كيجي حتى للركيبه ماشي شورت بونتاكور وعرادين وبالجويبات كيجيو مزيونين دابا غنوريكم موديلات ديال كاين هاد الموديل البنات هذا دفندي كيجي روعه 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 بيجاما وهي اونسون ديال الخروج ها السروال ديالها دفندي تلبسوها وتخرجوا بها وحده ديال ديور والله الا واحد السيده شراتها وجات لابسه جات لابسه غير خليه غير خليه اذا فيها هذا اللون هذا وفيها صفر فيها الصفر هادو الثمن 180 درهم هادو 180 درهم حق شي حاجه مزيونه بزاف بزاف ممكن تخرجوا بيهم هادو هنا في الكري ها هي الكري ديالها
موديل اخر ديال بالانسياغا هذا بيبي، ها هو لو او هذا كيجي شويه، لو او ديالها كيجي شويه طويل، يعني كيجي طويل. وهذا هو السروال ديالها، روعه روعه، تخرجوا بهم كما قلت لكم. يعني هكا ملي كتكونوا مسافرين مخيمين حتى البحر صافي، ديروه مع ما ديالو. فيها الكري، فيها هذاك اللون، وفيها هذا الكري هذا، شوفوا الثوب الكري. هادو راهم قطن البنات، لو او كيكون قطن، والسروال سروال خيط. هذا هو لو كري ديالها، صافي هكا شوفوا. كاين موديل اخر، هذا غوتشي، ها السروال ديالها كتجي غزالة اللبسة. كما قلت لكم البنات، شتو لي موتيف اللي فيهم، وحتى الفصالة ديالهم يعني ممكن اننا نخرجوا بهم. اذا فيها هذا اللون هذا، وفيها هذا الخضيدر نفس السروال، وفيها هذا جا هذا راه غوز البنات، هذاك فوق الاول سمو، وهذا جا غوز مختلفين في السروال، نوريه لكم. هذا السروال ديالها جا بناني وفيه هاد الغوز، روعة روعة. وها لو او ديالها، موديل اخر. بغيتو غير تشوفو الموديلات، ها الموديلات. ها لو او، والسريويل حتى هو خيط، سروال الخيط، سروال الخيط فيه هاد الوريدات، روعة روعة بمكان. بالنسبة لدوك السراول د العراض، يعني ما بقاوش، ما نوريهمش ليكم حتى يجي شي موديل اخر، لانهم فاش بينتهم ليكم هاد المرة الاخيرة يعني اصلا كانوا تباعوا ليا، ما بقاش فيهم العاد، بقات شي حاجة قليلة يعني بلا ما نوريهم. فيه هاد اللون هذا، ها الالوان ديالها، ها هي الطبلة خاوية البنات، فيها هاد اللون هذا، فيها الكري، فيها البلو بالصفر، الوان روعة روعة صيفية. فيها هاد الزريرق مع البلو مارين، هاد الفوقاني جا زرق كري. فيها طبعا هذا اللون هذا اللي وريتكم، كاين هذا الموديل هذا دمانجو، كنظن صافي غنزيد غير موديل اخر وغادي نحبس باش ما يجيش الفيديو طويل، تم من مورا العيد ان شاء الله وندير لكم فيديو اخر. سروال دائما البنات ديال الخيط، سروال الخيط يكونوا عرادي. الالوان ديالها كاين هذاك اللون صفر من الفوق، البلو مارين من التحت، كاين هذا العكس،
بلو مارين من الفوق والصفر من تحت، كاين فيها هاد السومو، شفتوها كاين السومو، وكاين الرمادي مع هاد الالوان هكا، راه كيكون الغابيل ما بين السروال وهاد الورده اللي كاينه هنايا. الموديل الاخير نوريكم، الموديل الاخير هذيك باقي فيها هاد جوج، هاد اللون هذا ما وريتوش لكم، هاد هاد اللي وريتكم دابا كاين حتى هاد اللون، شفتوا كاين هاد اللون هذا. هذا موديل اخر، كاين هاد الموديل هذا، هزو معاها، كاين هاد الموديل كتجي فيه الوريضه هنا الفوق في الصدر في الجلد. ها السروال كيفاش كيجي، هذا هو السروال ديالها، كيجي بلا بوند من التحت، روعه. حتى هذا الموديل غزال غزال، الجويبات حتى هو بالخيط. الالوان اللي فيه صافي، غير هزو انا قريبا نكمل. في هذا اللون هذا، فيها هذا الموف، شو هذا الموف، فيها هذا الخضيدر هذا، الوان ولا اروع. صافي بارك عليكم، بارك باش ما تذوقوش بزاف. يلا هنا نقول لكم البنات السلام عليكم، عواش مبروكه، تعيدوا تعاودوا ان شاء الله بالصحه والسلامه، وتكونوا فرحانين مع الاهل ديالكم، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو مقبل. سلام.